بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا متابعينا في حلقة جديدة من الحصاد الأسبوعي لليوم السابع، والذي دائما ما نبدأه بأهم العناوين. النصر والعروبة، مواجهة منتظرة في نصف نهائي كأس جلالته. رباعية تدك بها شباك العروبة المتصدر وصور الوصيف، ولا جديد في الصدارة. صحم يتوج بطلا للدوري الأولمبي بانتصاره على السيب بهدف دون رد. أهلا بكم. قرعة نصف نهائي كأس جلالة لكرة القدم تبعد مواجهة كانت وشيكة لديربي الشرقية، ربما إلى إشعار آخر. شغف الكأس الغالية وجنون الجماهير العمانية التي تبحث عن أدق التفاصيل لمشاهدتها ومتابعتها جعلت الكبير والصغير يتحدث عنها، والقاصي والداني يهتم لأمرها. الجميع على شاشة التلفاز لرؤية قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس جلالته لكرة القدم التي أسفرت عن مواجهتين ناريتين كما كان متوقع لها، حيث تنافس في نتيجة قرعة النصف النهائي للكأس الغالية أربعة أندية سبق لها الفوز بهذه الكأس وتبحث عن مجد جديد لها، وهي أندية العروبة وصور والسيب والنصر. وأسفرت القرعة عن موقعة من العيار الثقيل بين السيب وصور، حيث سيلتقي الفريقين على استاد السيب الرياضي في لقاء الذكريات بعد أن التقى الفريقان عدة مرات في السنوات الماضية، لتتكرر المواجهة من جديد وللمرة الثالثة في المربع الذهبي بين الفريقين، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 من الشهر الجاري على استاد السيب الرياضي. وفي المواجهة النارية الأخرى سيستضيف النصر نادي العروبة في مباراة مثيرة بين فريقين يملكان فرصة الفوز بلقب الدوري، وذلك على مجمع السعادة الرياضي، حيث يتصدر العروبة جدول ترتيب دور المحترفين فيما يحتل النصر المركز الثالث. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة إثارة ومتعة كبيرة. وبعد الانتهاء من نتائج القرعة أعرب ممثلي الأندية الأربعة عن انطباعاتهم وتفاؤلهم وقوة حظوظهم للوصول للقب. أولا حاجة بطولة غالية على قلوبنا تحمل اسم مولانا صاحب الجلالة، والحمد لله على سلامته، نتمنى له الشفاء والعمر الطويل إن شاء الله. الحمد لله الأندية كلها اللي وصلت أندية كبيرة وأندية كلها متصدرة، النصر، العروبة، السيب، صور، كل نادي لا يقل عن النادي الآخر. احنا يعني نتوقع السيب او صوره كلهم الانديه في مستوى واحد، وهذا مباريات كاس اللي بيعطيها واللي بيتعب فيها واللي بيحسب له الف حساب وبيحسب للفريق الف حساب راح يحقق الفوز. الحمد لله احنا اجتزنا مباراه بالرغم من مباراه الخابوره الاولى ما كنا بهذاك المستوى، لكن الحمد لله قدرنا نجتاز مباراه الخابوره، فعلا عدينا لها اعداد جيد وعملنا معسكر في مسقط والحمد والشكر توافقنا فيها. العروبه جاهز للبطولتين، النصر طبيعة الحال فريق كبير نحترمه ونقدره، دائما مبارياتنا ما حتكون قوية، احنا جاهزين لهم ان شاء الله. يعني يمكن انا سألتك مع قبل، هل تتمنى او تتوقع ان يكون نهائي في الشرقية ما بين فرق الشرقية؟ والله نتمنى يكون مباراة النهائية تكون تجمع مع شغانة ونار صور، على اساس يكون يرجع زخم وترجع كورة المنطقة الشرقية محافظة الجنوب الشرقية، خاصة مع الغريم نار صور. السيب فريق كبير، مهما قيل من هذا الكلام ومثله إلا إن إحنا سنستعد للسيب، يعني مو معناته إن السيب أتانا فريق سهل أبدا، خاصة إن السيب دائما ما يكون محظوظ في كأس مولانا حضرة صاحب الجلالة، ودائما ما نرى السيب يفاجئ الجميع. هذا يمكن مستوى، يمكن ظروف تعثر، يمكن تمر على السيب الآن ظروف، لكن سرعان ما يقف السيب ويثبت بأنه حصان جامع، ولذلك سنلعب مباراة خلنا نقول نحاول نتأهل منها من خلال ملعب السيب. صحم يتوج بلقب الدوري الأولمبي تحت 21 سنة بانتصاره على السيب بهدف دون رد. دوري عام السلطنة تحت 21 سنة كان من نصيب نادي صحم بعد النهائي الذي جمعهم مع السيب،
فلم يكن السيب محظوظا للمرة الثانية على التوالي بوصوله إلى النهائي للمرة الثانية، بعكس صحم الذي كان له هذا النهائي زيادة في رصيده، حيث تعتبر هذه المرة الثالثة التي يتوج بها الموج الأزرق بلقب دوري عام السلطنة للأولمبي. صحم أنهى اللقاء بهدف وحيد، وهو الهدف الذي أوصلهم إلى منصة الذهب. الهدف أتى عن طريق اللاعب أحمد جوهر بعد تصويبة سكنت شباك السيب في مشهد أوصلهم إلى الفوز. جمهور الموج، هنا جوهر يسجل، هنا جوهر هدف مبكر، هنا المهاجم صحم. إذن مشاهدينا ومتابعينا بطلا لدوري عام السلطنة لفئة الأولمبي تحت 21 سنة، هنا فايز يرفع الكأس الغالية، ليرفع صحم، نعم يرفع كأس البطولة، لونه الأزرق هدير أمواجه. اليوم الخطوة الأخيرة، الفرحة الأخيرة، المحطة الأخيرة التي يختمها الصحماوي بالفوز بالبطولة التي فربما نحن على موعد مع جيل مميز لصحم، قد يأتي وتأتي معه الإنجازات. لبرنامج اليوم السابع، محمد بن سعدون بيت سيد. إلى ميدان الرحبة بمحافظة جنوب الباطنة، حيث اختتمت منافسات البطولة العمانية لقفز الحواجز في موسم جسد فيه التنافس والإثارة. أكثر من 75 فارسا تنافسوا على ميدان الرحبة بولاية بركة في قفز الحواجز في ختام البطولة العمانية لقفز الحواجز لموسم 2014-2015، بعد أن أنهى الاتحاد العماني للفروسية موسمه بتنفيذ 26 مسابقة في قفز الحواجز. الختام شهد منافسة قوية بين الفرسان المتأهلين للأدوار النهائية في الفئات الأربع التي تضمنها السباق. أمتعت الحضور والمتابعين، وأظهر الفرسان مهارة عالية وهم يقفزون الحواجز في مشهد عكس مدى التعامل والمقدرة الفائقة للفرسان في مثل هذه المسابقات. طبعا هذا الموسم كان متميز جدا عن المواسم السابقه، كونه اولا ان المضمار في مزرعه الرحبه اختلف تماما عن المضامير السابقه، وايضا المستوى ايضا مستوى عالمي هيئ للفرسان انهم يكونوا قادرين ومنافسين للبطولات الخارجيه باذن الله تعالى في المستقبل. الجديد باذن الله تعالى سيكون ان هناك بيكون في المستقبل القريب بيكون في منتخب يمثل السلطنه باذن الله تعالى في المشاركات الخارجية، ونطمح بإذن الله تعالى أن نؤهل هذا المنتخب على أساس أنه يكون قادر وقدر المستوى أنه يكون يشارك في خارج السلطنة بإذن الله تعالى. تتويج بقيمة وحجم الحدث، حيث تم توزيع الجوائز على الفرسان الفائزين، فقد خطف الفارس محمد بن خميس اليوسفي من الخيالة السلطانية لقب الفرسان الجدد، وتوج بلقب الفئة دال الفارس خالد السعدي من وحدة شرطة الخيالة. الحمد لله على كل حال، وشكرا للجميع لكل من جاهد معنا وساق ووقف معنا، وحقيقة بخصوص أن التوقعات كان مجرد أمل والكفاح، وبفضل الله نجح في هذا الشيء ولله الحمد. أما الفئة جيم فقد كانت من نصيب الفارس حمود بن سلطان الطوقي من اسطبلات سلطان الطوقي. الحمد لله عز وجل، التوفيق من الله عز وجل، وطبعا هي النتائج، هذا نتائج جاءت بجدارة، ولا تنسى ان صارت الحين ثالث سنة متتالي ان استبلاط سلطان الطوقي يعني يفوز بطولة كأس الاتحاد العماني الفروسية، ولذلك استعداده كان جيد ومشاركات الدولية يمكن هو الذي اعطانا الدفع وسهل الامور علينا في هذا البطولة. وخطف لقب الفئة باء الفارس سلطان بن حمود الطوقي من استبلاط سلطان الطوقي ايضا. والله الحمد من الله انه احقق هالمركز هالمركز، وبفضل من والدي والتدريبات اللي عملنا فيهم، وبفضل الله جبنا هالمركز، وبصراحه كانت المنافسه قويه، ما انه كانت
ضعيفة، بس الحمد لله الفرس كانت عندي مستعدة وجابت المركز، وطموحات إن شاء الله للمقدمة مسابقات دولية ومسابقات عالمية إن شاء الله، وتخطيط الآن يعني إنه أولمبياد 2016. هكذا إذن أسدل الاتحاد العماني للفروسية سباقات هذا الموسم في قفز الحواجز من خلال تنظيم 26 مسابقة أفرزت فرسانا سيكونون قادرين على المنافسة إقليميا ودوليا. الموسم القادم سينطلق في أكتوبر من عام 2015. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان الرحبة ولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. تتمت أيضا هذا الأسبوع بصالة المجمع الرياضي بالسعادة بمحافظة ظفار سداسيات كرة القدم للجهات الحكومية والخاصة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. اختتمت بطولة سداسيات كرة القدم لموظفي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بمجمع السعادة الرياضي، والتي تنظمها المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة ظفار سنويا ضمن خطة برنامجها السنوي. اهتمنا بطولة سداسيات القدم للقطاعات الحكومية وأيضا مؤسسات القطاع الخاص. هذه البطولة هي أيضا في إطار رؤية الوزارة نحو مجتمع رياضي، وهي إشراك مختلف الهيئات والجهات وموظفي أيضا الجهات هذه للمشاركة أيضا، و العوده الى الجانب الرياضي اللي هو ايضا جانب مهم في كل مجال، وبالتالي خلق فرصه ايضا لاحتكاك الموظفين من مختلف القطاعات الحكوميه. رعى ختام البطوله الفاضل سالم بن عوض النجار رئيس مكتب الاعلام بمحافظه ظفار، وبحضور رؤساء انديه المحافظه ومندوبي الجهات المشاركه. وما في شك انه مثل هذه التجمعات الرياضيه ايضا تفرز الكثير من العناصر وكثير من المواهب التي تظهر من خلالها، وهذا شيء إيجابي. نتمنى أن تستمر مثل هذه المنافسات الشبابية، لأنه أيضا محتاجين إلى دعم ومحتاجين إلى رعاية ومحتاجين إلى أن تكون هناك أيضا اهتمامات بمختلف الرياضات. فبعد مشاركة 26 فريقا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لم يتبقى إلا فريق بلدية ظفار وفريق شؤون البلاط السلطاني، واللذان جمعهما لقاء الختام ليظفر فريق شؤون البلاط السلطاني بلقب البطولة بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. بطولة جيدة، بطولة ممتازة، يعني أول مرة أشارك، لكن أحس من جميع النواحي يعني بطولة جيدة، من تنظيمها، من تحكيمها، ومن جميع الحاجات يعني بطولة جيدة. الحمد لله وحققنا هذا البطولة، هذا من قدر الله. الحمد لله ومجهودنا ومجهود اللاعبين ومجهود الإدارة بنفسها، الحمد لله هذا من فضل ربي. الحمد لله رب العالمين، بداية على تحقيق المركز الثاني، وكانت بطولة جيدة ورائعة. يعني احنا وصلنا المباراة النهائية بعد جهد طويل خلال مدة 20 يوم تقريبا، شبه يومين لعبنا، وهذا اللي اثر على جهد لعيبتنا في المباراه النهائيه. هكذا إذن تختتم بطوله سداسيات كره القدم للجهات الحكوميه والقطاع الخاص في جو حماسي حمل الكثير من التفاصيل بفوز فريق شؤون البلاط السلطاني. لبرنامج اليوم السابع، محمد بن سعدون بيت سعيد. تقام غدا مباريات نصف نهائي مسابقة الكاس، حيث يستضيف النصر العروبة في مواجهة مرتقبة بمجمع السعادة، وسيب يستقبل صور. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد سعدون بيت سعيد. وكأن التاريخ يعيد نفسه، ففي عام 2006
كتب لصور مواجهة مع السيب والعروبة مع النصر، واليوم وبنفس النمط. فسيشهد أستاذ السيب الرياضي مساء اليوم مباراة الذهاب بين السيب وصور ضمن مباريات المربع الذهبي لبطولة كأس جلالة السلطان، حيث سيكون السيب على موعد مع مواجهة مهمة وصعبة كونه يتذيل ترتيب الدوري وصور مع فرق المقدمة. فقد كان للفريقان لحظات مهمة في تاريخ البطولة الغالية، فهم متساوون بعدد مرات الفوز بهذه البطولة، 3 مرات لكل منهما. فسيحاول السيب تقديم أفضل ما يملك، وخصوصا بأنه يلعب هذا اللقاء في دياره، ولأنه سيزور صور في لقاء العودة في 29 من الشهر الجاري. السيب الذي وصل إلى المربع الذهبي بعد تخطيه لنادي أهلي زداب في دور الربع النهائي سيكون مركزا على هذا اللقاء الذي يجمعه مع صور، والذي هو الآخر أفضل حالا منه كما قالت الأرقام. فهل سيعيد السيب ماضيها الجميل أم لأبناء صور العفية رأي آخر؟ كما يستضيف النصر نادي العروبة في أستاد السعادة الرياضي مساء الأحد في موقعة النارية. فبعد إعلان القرعة احترقت كل كروت التوقعات، فمن هذا الذي باستطاعته أن يخمن لقاء يجمع صاحب أفضل سجل من بين فرق المربع الذهبي ب4 مرات فوز بالبطولة؟ والحديث هنا عن نادي النصر، ومن بإمكانه أن يضع الاحتمالات في مواجهة طرفها الآخر الماردة العرباوي برصيد 3 مرات تتويج بالكأس. فهنا كل الملفات تغلق والموعد مجمع السعادة. فبعد أن تخطى النصر الخابورة في دور الربع النهائي، وبعد لقاء دراماتيكي قلب فيه الملك كل الأمور لمصلحته، واستطاع أن يصل إلى مربع الذهب لتضعه القرعة وجها لوجه مع العروبة الذي وصل إلى هذه المحطة بعد تغلبه على المضيبي في دور الربع النهائي. فمن سيضع قدما في النهائي؟ السيب، صور، النصر والعروبة؟ فالجميع بالانتظار إلى أين طريق الكأس لهذا العام. أهلا بكم مرة أخرى. وصلنا إلى فقرة الحديث عن الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولة المؤجلة 18 من دوري عمان تل للمحترفين. قبل الذهاب إلى مشاهدة التقرير، دعونا أولا نرحب بالضيف الحكم الدولي السابق عبد الله السعدي. مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير أخي جحنون، ونمسي على أخواننا المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة تثري في ما قمنا من إعداد له وبسط الحالات التحكيمية إن شاء الله. شهدت الجولة 18 المؤجلة من دوري عمان تل المحترفين سقوط المتصدر العروبة ووصيفه صور برباعية أمام فنجة وظفار، وهو اليوم الذي عرف بالرباعيات. التقرير التالي والتفاصيل. دوري عمان تل للمحترفين في الجولة 18 المؤجلة، ورغم الرباعية التي سجلت في شباك المتصدر العروبة من قبل الكتيبة الفنجاوية، إلا أن هذه الرباعية نفسها قد دكت بها شباك الملاحق المباشر المتصدر نادي صور. فلم نكن نعلم بأن أحداث هذه الجولة ستكون سوء طالع للمتصدر العروبة الذي ذاق المرارة بعد خسارته مع فنجا، ولم نكن نعلم بأن تقدم المارد العرباوي في 22 ستوقظ الليث الذي استفاق مع هدف العروبة وعرف كيف ينفض الغبار العالق على شباك المارد العرباوي، وعرف كيف يطيح بالمتصدر في ليلة تألم فيها كل عشاق العروبة، لينتهي اللقاء بفرحة فنجاوية بعد أن استطاع أن يغطي كل الأضواء للمارد العرباوي. أمامي محاولة لصالح فنجة، التقدم يأتي في هذه اللحظات، الثالث يأتي، يا الله على الغساني، يهو
الذي أشاهده في هذه الأثناء، الهدف الرابع لفنجا، الهدف الرابع لفنجا. وهنا إحداها وبنفس ما حدث هنا السيب والسويق بنفس سيناريو العروبة وفنجا، حيث استفاق السويق أمام السيب بعدما فجر مفاجأة برباعية مقابل هدف يتيم للسيب. وكالعادة العبرة لا تكتب إلا في الخواتيم، فرغم تقدم السيب في منتصف الشوط الأول عن طريق عمار البوسعيدي إلا أن السويق أدرك الموقف وزار شباك السيب في أربع مناسبات ليسجل بها أربعة أهداف، عادت الروح إلى السويق ومنحته دافعا للهروب. أربعة أهداف عمقت من جراح السيب، أربعة أهداف جعلت منه متذيل الترتيب ينتظر ولا حول ولا قوة له. كما أثبت الزعيم علو كعبه بعدما استضاف صور في أستاد السعادة الرياضي بعد أن أنهى كل الأمور لمصلحته برباعية نظيفة دون رد. نعم، فقد كانت ليلة الأربعاء ليست مجرد اسم، فقد تقدم ظفار في الشوط الأول بهدف باسم الرجيبي، وليستمر الزعيم بتسجيل الأهداف بطرق جعلت من الضيف الوقوف عاجزا عن تحريك ساكن، ليغلق فرناندو الملف بهدف الرابع وينهي به اللقاء. تقدم سهيل في التركب الجول. فليلة الرباعيات لم تنتهي عند هذا الحد، فقد كان الجميع على موعد مع مهرجان أهداف مباراة صحار والشباب، فقد كان للفن السابع أسلوبه بعد أن انتهت مواجهة صحار والشباب بأربعة أهداف لكلاهما. سيناريو جنون كرة القدم كان حاضرا، فبعد أن تقدم زكي عبيد للشباب في الدقائق الأولى وعزز تقدم فريقه بهدف ثاني، استطاع صحار تقليص الفارق بهدف كابينجو، ولم يكن لمحمد الغساني ردا إلا أن يهز شباك صحار بهدفين ليستفز هذا الأمر التماسيح بعد أن كانت المهمة مستحيلة. كل هذا في سبع دقائق فقط لينتهي اللقاء بأربعة أهداف للشباب مقابل أربعة للصحار. الهدف الرابع من الغساني، الغساني يسجل، الغساني هنا ثنائية انفرادة جول. الهدف الأول يأتي، الهدف الأول يأتي. كما عزز الخابورة من تقدمه بالنقاط بعد أن أطاح بالمصنعة بثلاثية نظيفة. هدف الأسبقية كان عن طريق سعد عبيد منذ الوهلة الأولى في اللقاء، وبعدها بدقيقتين فقط يحرز ثاني غريب الهدف الثاني، ويصبح وضع المصنعة غريب كونه متأخر بهدفين في أول أربع دقائق. الثالث يأتي عن طريق شهاد عبيد، شهاد عبيد يضع فريق الخابورة في المقدمة بالهدف الثالث أيضا. إذن كانت هذه هي المباريات الخمسة التي لعبت ضمن إطار الجولة المؤجلة 18. كابتن عبد الله، مباريات مثيرة بأهدافها وأكيد بحالاتها أيضا. أكيد بلا شك أن هذه الجولة طبعا كانت جولة مؤجلة، هي الجولة 18، حملت طابع كثير من الإثارة، كثير من الحماس، سر حلاوتها أيضا في أخطائها، وإحنا رصدنا من جهتنا بعض الأشياء المتميزة فيها الحكام وبعض الأشياء التي فيها تحفظ. المباراة الأولى كانت ظفار صور، مباراة ظفار الصور أدارها هيثم العامري، رشاد الحكماني، محمد العلوي، أحمد الكاف. طبعا الأخ جحنون العمل التحكيمي عمل صعب جدا، وخاص في المباريات التي تحمل طابع تنافسي وشديد وعدم تعاون بين الفريقين. أدار المباراة طبعا الحكم هيثم، أدارها في حدود إمكانيات التي كان يمتلكها. الأداء البدني كان جيد جدا. هيثم حكم درجة أولى،
هيثم اتوقع انه درجه اولى ما اتوقع انه درجه اولى من الحكام اللي قاعدين يعدوهم، كان جيدا في تقييم الاخطاء، وعندنا في بعض النقاط نتحفظ عليها والانذارات. المباراه طبعا كانت صعبه والحكم ايضا صعبها على نفسه بعدم فهمه العميق لقانون كره القدم. طبعا بنستعرض الحالات، الحاله الاولى طبعا هذه الحالات اللي تميز فيها هنا اعطى مبتيد احد فرصه، ايضا هنا احتسب الخطا وكان رصده جيد انه اعلن الخطا لو انه كان متاخر شيء قليل، اعطى الاشاره للحكم المساعد ان الكره خارج منطقه الجزاء واشر البطاقه الصفراء للاعب نادي صور. هنا ايضا اشر البطاقه الصفراء للاعب نادي ظفار لدخوله بتهور على الخصم. هنا حالات تميز فيها، هذه في الحالات التي تميز فيها. نعم. نعرج للحالة الثانية طبعا، هذه حالة مكونة من أربع أخطاء أو ثلاث أخطاء رصدناها، وهي هو بعد الإعلان عن ركلة حرة مباشرة كان يتوجب عليه إشهار البطاقة الصفراء، يعني في هذه الحالة كان القرار ثلاثة أرباع احتسب الركلة الحرة المباشرة لكن ينقصها إشهار البطاقة الصفراء، مما أثر تأثير عام على شكل المباراة بشكل عام، حيث أن المباراة أخذت من عرج آخر وسنرى في الحالات الثانية. نروح للحالة الثالثة، طبعا هذه حالة هي أعطى مبدأ تحت فرصة، أخرج طبعا لاعب نادي ظفار للسلام، لكن يجب عليه العودة وإشهار البطاقة الصفراء، وأيضا هذه من حالات التعليمية. طيب هو أيضا ما حط الخطأ على أساس أنه يرجع للحالة ويعطي بطاقة صفراء، وفي الأساس هل أعطى خطأ لمصلحة ظفار؟ أعطى مبدأ تحت الفرصة. لا ولو، وش يقول القانون؟ يقول لك الحكم يسمح باستمرار اللاعب حين يرى أن الفريق الذي ارتكب أحد المخالفات ضده وسوف يستفيد من إتاحة الفرصة وقيام معاقبة المخالفة الأصلية إن لم تتحقق الفائدة المرجوة من إتاحة الفرصة في ذلك الوقت. نعم. يعني هو أعطى مبدأ تحت الفرصة، في خطأ يستوجب ركلة حرة لكن طبعا استفاد منها لاعب نادي ظفار وراح، لا لكن هو عليه بعد أن تغادر الكرة في أقرب وقت انه يرجع للخطا الاصلي. نعم. وهو طبعا يعاقب اللاعب بالبطاقه الصفراء. نروح للحاله الرابعه، طبعا هذه حاله الاخطاء اللي رصدناها على الحكام المساعدين، لاحظ هذه الحاله رجعها شوي لو سمحت بس قليل للخلف من انطلاق، لا 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 ارجع في اللعبه الاولى، طبعا هذه اللعبه الثانيه ايضا من الاساس لاعب نادي ظفار كان في موقف تسلل، الحكم لم يرفع الرايه. نروح للحاله اللي بعدها، هذه حالة أخرى، الحالة نفس الأولى اللي كانت لا يوجد تسلل، الحكم طبعا استعجل في القرار لأنه لاحظ هذه الكرة الحين ما في أي تسلل، صحيح اللاعب المهاجم لم يشارك لم يتداخل في اللعبة واللاعب الذي استلم الكرة هو في موقف صحيح، ولكن الحكم هنا استعجل في رفع الراية. نعم. نروح للحالة اللي بعدها، طبعا هنا حالة كابتن عبد الله، الحالة هذه طبعا هي حالة مركبة من خطأين ويستوجب الخطأين الإنذار. نعيد اللعبة من الأول، هذا الخطأ الأول دخول بتهور، هذا الخطأ الثاني استخدام مرفق، طبعا هذه الأخطاء اللي شدد عليها الاتحاد الدولي هي استخدام المرفق في مناطق الوجه، منطقة الوجه منطقة غير محمية. نعم. يعني سهل إصابة اللاعب، خطأين في آن واحد اثنينهم يستوجبوا اشهار البطاقه، لاحظ هذا الخطا الاول وهذا الخطا الثاني هو دخول على حسن الحضري باستخدام المرفق. يعني هنا قرار ناقص، يعني عمل خطا لكن دون ان يكتمل باشهار بطاقه صفراء. هو من البدايه المفروض ياخذ القرار عشان يكون ثابت في قراره. اللعبه الاولى كان دخول بتهور استوجب ان يوقف اللعب وينذر اللاعب. نعم. ويستأنف بركله حره مباشره. نعم. نروح للحاله السادسه، نلاحظ هنا طبعا في خطا على لاعب نادي ظفار وهو المهاجم وهو مسك المنافس، وبعد اطلاق الصافره للحكم الحكم لم يشر، يستوجب عليه اشهار بطاقه صفراء على اللاعب، لكن شوف تاخر الحكم في اشهار البطاقه الصفراء للاعب اثر عليه من احتجاج من اللاعبين وعدم الرضا على قرارات الحكم. لاحظ اللعبه هي اللاعب كان في تنافس لعب استخلص الكره لاعبنا، هذا الشد الفاضح الواضح الذي يدعو الاتحاد الدولي محاربته، على الحكم هنا ان يبادر اول شيء باطلاق صافرته ومن ثم يتبعها بالانذار لسوء السلوك، ومن ثم عليه بعد اتخاذ طالما انه لم يشهر البطاقه الصفراء وفريق خاسر
علي أنا أبادر كحكم في الخروج من هذه المنطقة. لا ترتجي أي قرار إيجابي أو ردود فعل إيجابية من فريق خسران. أيضا ردة فعل حمود في اللقطة الماضية ما اتخذ فيها قرار حكم المباراة. ما اتخذ هو ترى هذا ركل الكرة بعد سماع الصافرة أيضا ردة فعل غير جيدة. غير جيدة من اللاعب كان يتوجب عليه هو إشار بطاقة منعا لتفادي أي أحد. وهذا ما زاد وما صعب عليه المباراة في أمور أخرى وسنترك عليها. نروح للحالة السابعة. طبعا هذه الحالة اللي بعدها. هذه الحالة؟ الحالة هي طبعا الطرد والتخصص للمرة الثانية. هذه الحالة اللي الكثير استغرب فيها حقيقة يعني. أنا 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 بسترجع لك. طبعا هذا الحكم قبل جولتين أدار مباراة بوفار والخابورة في الجولة تقريبا 15 أو 16 بالتحديد. وخرجت المباراة بطابع طبعا خشن نتيجة المباراة. وأيضا طلعت خرجت باحتجاجات من كتلة الفريقين. ومن ثم بعيدا عن المباراة السابقة كابتن عبد الله الآن نحن نتحدث عن حالة من خلال هذه المباراة شاهدنا فيها حالات كثيرة التحامات وما إلى ذلك لم يتم إشهار البطاقة الصفراء وحتى ربما تصل إلى درجة الوصول إلى البطاقة الحمراء. لكن هذه الحالة في ماذا كانت البطاقة الصفراء هو الثانية؟ هو نلاحظ أن في عملية إشهار البطاقة الصفراء أنه أخر استئناف اللعب من 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 القرار اللي اتخذه هو اشهر بطاقته. لكن قيمه الكرت الاحمر لابد تطلع في قرار يكون قوي. اما نعيد الحاله عشان نضع الصوره كامله امام المشاهدين. شوف الحكم هنا يكلم الحكم وين القرار وهو استعجل بادر باطلاق صافره واشهار بطاقه صفراء. اجعل الكرت الاحمر خاصه ان اللاعب يبحث عن زملاء واصل النتيجه الى 3-0 ايوه 3-0 ايضا. هذه ايضا على نصيحه الحكام ان يتعاملوا بواقعيه اكبر في مثل هذه الحالات. اذا نتيجه تعدت 3-0 ووقت قارب او شارف على الانتهاء انك تخرج كرت احمر بهذه الطريقه انا اراها انه يعني القرار قاسيا على اللاعب. نعم. قاسيا على النادي. لكن بالنسبه للحكم هذا قرار انا اشوفه يعني ضعيف. نعم. ونروح للحاله الثامنه طبعا التي شهدت كثير من الجدل. لاحظ هنا ركله جزاء صحيحه تم الاعلان عنها بشكل صحيح. هو عرقله اللاعب نادي نادي صور وهو رقم 17 ولكن استغرب من الحكم ذهب وانذر اللاعب رقم 25 مما اثار حفيظته. في كل الحالات لا بد ان قرار الحكم ان يحترم. لا بد ان نقف عند كل لاعب ان نقول ان قرار الحكم هو له السلطه المطلقه في اداره اي مباراه يتم تكليفه. لا بد ان يحترم. لكن القرار صحيح لكن صحيح في اشهار البطاقه الصفراء غير صحيح. هو من وضع نفسه في هذا. لكن ما لا 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 ايضا ما يعيب اين الطاقم التحكيمي اين مبدا او بند التعاون التيم وورك. للأسف أنا الحكام المساعدون والحكم الرابع كلهم في غياهب النسيان تحت بند لا أرى لا أسمع لا أتكلم. هذا لعبة مرئية للعالم أن اللاعب رقم 17 أسعد هديب هو لا ذهب للحكم المساعد لا ناقتي ولا جملي يقول له أنا ما عارف واللعبة واضحة ليش أنت ما عارف. هو في الأساس كابتن عبد الله الحكم لما يعني كان قريب من اللعبة أشهر ركلة جزاء ركض إلى منطقة الجزاء دون أي نظر لا يعطي التركيز لنفسه من أجل معرفة اللاعب الذي تسبب بالخطأ. أنا كحكم كلفت بإدارة مباراة علي لازم التمييز والمقدرة على أول شيء. لماذا وضعت الأرقام؟ لكي تميز كل لاعب عن لاعب الآخر. نعم. أنا احتسبت ركضة الجزاء لا يباع عملية التعجل أو أن يتخذ قرار صعب. هو القرار صحيح أن ركضة الجزاء صحيحة لكن ما بعد ركضة الجزاء الإجراءات ايضا دور التعاون طبعا في هذه اللعبه مع احترامي الشديد لاخواني الحكام الطاقم الموجود في المباراه اختفى اختفاء تماما. مفروض انه يشيلوا زميلهم يساعدوه. توجب انه رفع اشهر بطاقه للاعب واثار حفيظه وحفظه لاعب الان بالنسبه لجنة الانضباط هل تأتي من خلال مشاهدة هذه الحالة وبالتالي تسحب البطاقة لأن التقرير قد يرفع الآن باسم خالد صالح نشر بطاقة صفراء. طبعا التقرير الآن بيرتفع لجنة المسابقات في الاتحاد العماني لكرة القدم بأن الانذار أشر للاعب رقم 25 وهذا طبعا انذار ظالم للاعب لأنه لم يرتكب خطأ. يمكن إذا كان باحتجاجه المبالغ لأنه هو يقول أنا ما عملت شيء وأنا لم أحتك مع اللاعب. نعم. بعدين لم أخذت المباراة بعد ركلة الجزاء أيضا ردود فعل
كثيرة على الحكم. نلاحظ الحالة الأخيرة طبعا هي الحالة الأخيرة اللي صدناها في المباراة. لاحظ هذا طبعا خلاص أن اللاعبين شوف اللاعبين خلاص شعروا أنه 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 أن الحكم يعني ما عدم اقتناع بقرارات. لاحظ هذه اللعبة طبعا هذه اللعبة التي حاربها الاتحاد الدولي وهي الذي تؤثر. لاحظ هذه خلاص قد تنهي مشوار لاعب في المستطيل الأخضر لأنه اللاعب لم يقصد لعب كرة القدم إنما إيذاء المنافس. ولاحظ أحد يركل الكرة والآخر يعترض بطريقة أيضا لكن هذا القرار يعني من خلاله لم يشر بطاقة صفراء. أيهما أقوى أن تخرج بطاقة حمراء بسبب تأخير استئناف لعب أم بسبب هذا لعب عنيف هذا اللي قاعد يحاربه الاتحاد الدولي. طبعا هذا كل ما رصدناه في المباراة. نقطة أخيرة أنا كحكم إذا كنت يعني مش مهم عندي إني أروح أي مباراة حكمها طالما إني لابد إني أضع نقاط استدرجها أضع نقاط تقييم بيني وبين نفسي ليس لأني أقوم أن لجنة الحكام تراقبني أو مقيم الحكام يقيمني أنا أضع بيني وبين نفسي نقاط أقيمها أتذكر أي مباراة التي أدرتها أي مباراة أحس إني يعني عدم راحة داخلية في 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 قلبي أنا أفضل إني أنا أبتعد عنها. أيضا على لجنة الحكام بالنسبة لهيثم هو ما شاء الله عليه يعني إحنا نقول إنه حكم ناشئ وجاد في 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 لجنة الحكام عليهم أيضا إسناد مباريات له لكي نعم نتمنى لهم التوفيق في قادم المباريات. من خلال مباراة أخرى كابتن عبد الله أيضا كانت مثيرة من خلال الأهداف وحالات شهدت غيرت أيضا على مستوى النتيجة مباراة سحار الشباب. نعم مباراة سحار والشباب طبعا أدار اللقاء قاسم الحاتمي حمد الغافري خميس المسروري وعبد الرحمن التعيب. حكم المباراة كان يتمتع بلياقة عالية بدنية في المباراة. استخدم مبدأ التحفظ بشكل صحيح، استخدم لغة الجسم، استخدم التنبيه، تعاون مع ساعديه تحرك مع مساعدين، تحركاته وتمركزه كان جيد. نعم، مشاهد الحالات لكن أعتقد فقد التركيز والقدرة على تقييم الأخطاء بشكل صحيح في بعض الحالات، مش الكل. طبعا نروح للحالة الأولى، الحالات التي تميز فيها الحكم. طبعا هذا لاحظ مبدأ التحفظ فرصة كانت جميلة جدا وكان يسوي فيها من هدف. لاحظ هنا اللعبة أيضا اتخذ فيها المخالفة وأشر البطاقة الصفراء. نروح للحالة الثانية، هذا حالات إيجابية، هذا طبعا حالات إيجابية. هذه الحالة تم رصدها هي التسلل وهنا القرار غير صحيح. لحظة رجع الكرة بس من لحظة لمس ولعب الكرة من رجل رجعها بعد شوي. نعم لاحظ أن اللاعب مدافع نادي الشباب هو من كسر التسلل أثناء لمس ولعب الكرة وهو أقرب إلى مرمى خصمه المهاجم. وهنا استعجال الحكم المساعد في اتخاذ القرار وكان يتوجب عليه السماح باستمرار اللعب. نعم. نروح للحالة الثالثة. طبعا هذه الحالة كانت مركبة لحالات تهور. هذه الحالة الأولى كان يتوجب عليه احتساب ركلة حرة وانذار، هو أعلن عن الركلة الحرة المباشرة ولكن لم يشر البطاقة الصفراء في الحالتين. هذه الحالة الأولى أعلن عن الركلة لكن لم يتبعها بالعقوبة الانضباطية وهي إشهار الكرت الأصفر للمهاجمة بتهور. نروح للحالة الرابعة. طبعا هو قرار الذي أنا أتوقع أنه قرار كان خاطئا وقسى على لاعب نادي الشباب. لاحظ ان اللاعب اثناء عمليه الانزلاق كان انزلاقه على الكره لم ينزلق عشان يسمونه اصطدام. شوف لاعب نادي سحار هنا الصوره هي تغني عن لاحظ اين راحت. لا خليها تمشي مش ايوه لمس الكره رجله الثانيه الذي يعتقد الحكم انه قام بعمليه الاندفاع او الانزلاق او استخدام القوه المفرطه كانت مثنيه. هنا طبعا القرار كان خاطئ، استعجاله في اشهار البطاقه للحظه على الكره وطبيعي ياتي الالتحام يعني. الالتحام ما بعده لكن لاحظ لاعب الذي التحم مع له قام لم يكن به اي شيء. لاحظ الرجل اليسرى، لاحظ اليمنى طبعا ذهبت الكره، اليمنى ذهبت الكره اليسرى كانت مثنيه. قرار نتوقع انه كان خاطئ من من من, من الحكم، كان ايضا يتوجب عليه النظر لمساعده. لربما نقول انه قد يسعفه في عمليه لاحظ الرجل اليسرى راحت الكره اليمنى واليسرى الى ان صار الاصطدام فهي مثنيه. نعم. نروح للحاله طبعا اللي بعدها هو حاله الثبات في القرارات. طبعا لاحظ هنا لا يوجد خطا وتاثر الحكم بردود فعل لاعب نادي الشباب.
لاحظ بالإعادة. أين التلامس؟ طبعا احتكاك ما بعد الكرة، هو مر الكرة لزميله وراحت، هو طبعا هنا الحكم مستعجل في القرار وأخرج بطاقة صفراء، يفترض أنه لا كان ولا يوجد من أساس خطأ. هنا على العكس أيضا عدم الثبات، أنا خطأ لنادي سحار، حتى لاحظ ردة فعل لاعب نادي الشباب، لا لا يا حكم أنا لم ألمس اللاعب. لاحظ أين التلامس؟ أين الخطأ الذي يوجد؟ لا يوجد طبعا، هو تأثر بردود فعل اللاعبين وعدم الثبات في القرار في المباراة. نروح للحالة طبعا السادسة، طبعا هنا الحالة السادسة هي دقة وتميز الحكم المساعد في لعبة الهدف، وهو الهدف صحيح، وهنا أيضا لعبة ثانية دقة وتميز المساعد حيث في الإعادة. شوف أن اللاعب رقم 10 هو في موقع تسلل، لكن من الذي أتى من الخلف؟ اللاعب رقم 23 وهو من سجل الهدف، وهنا طبعا الكرة، طبعا الكرة واللاعب كلهم على خط واحد. تسلل ولا لا؟ ليس الهدف تسلل، هذا تميز من الحكم، وهذا أيضا تميز هو في مبدأ wait and see، هو التريث، لأنه الكرة قد تصل للاعب رقم عشرة الآن في موقع سلل، لكن من الذي لمس الكرة؟ اللاعب الذي أتى من الخلف، وهذه حالة دقيقة وتميزوا فيها الحكام المساعد الأول والحكم المساعد الثاني، سواء في الهدف لنادي الشباب وسواء في الهدف لنادي سحار. نروح طبعا للحالة اللي بعدها. لا شك صراحة في حالة الشباب، يعني شاهدها وكأنها تسلل، ونتابع الحالة بس حديثة. تمام، نروح للحالة طبعا الذي هي طبعا شكلت كثير من الانتقادات التي وجهت لها الحكم، وعلن احتساب ركلة جزاء. ولاحظ طبعا هو احتسب ركلة الجزاء للمس، هنا طبعا اللمس ينتفي تماما تماما، وعلى الحكم. ولو كان هناك لمس اليد ثابتة، اليد ثابتة و و و و ولا توجد يسمون لمسة اليد، لازم تحط في 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 بالك ايضا وتضع في الحسبان عدة من النقاط. أول شيء عنصر التعمد، وثاني شيء حركة اليد إلى الكرة، وثالث شيء المسافة بين المنافس والكرة. طبعا هنا انتفت كل الجوانب، إذا رأيت أن الحالة أنها يسمونها لم يكن تكبير للجسم، لم يكن لمس، ولم يكن حركة اليد في عملية التكبير لمنع الكرة من دخول المرمى، لكن نرى حالة مماثلة على نفس اللاعب في نهاية الشوط الأول. أتمنى أن تنعرض احنا الحالة نهاية الشوط الأول على نفس اللاعب، حالة مشابهة، الحالة المشابهة. لاحظ نفس اللاعب اصطدمت الكرة بيده من ركلة حرة، احتسب هنا رمية التماس، وهناك احتسبت ركلة جزاء. إذا جئت أيهما أوضح، أيهما أكثر يعني وضوحا للمرة، هذه اللعبة أم الثانية؟ فهذه شيء بديهي، أنت ترى أنها ملامسة لليد تماما، لكن لماذا هنا لم تحتسب وهناك احتسبت؟ فنصيحة الحكم، هل الدليل نقص خبرة الحكم في مثل هذه المباريات، خاصة الآن بدأنا ندخل في مرحلة حساسة في البطولة، سواء بطولة الكاس أو حتى بطولة الدوري، وهي رسالة أيضا لابد أن توجه إلى لجنة الحكام في وضع حكام مناسبين في مباريات حساسة ومباريات لا يمكن اقتسام النقاط فيها إلا بالقرارات الحقيقية. هو شيء بديهي يا أخي جحنون، أن على لجنة الحكام الآن، إحنا بدينا في العدد التنازلي لنهاية الدوري، من سيبقى، من الفرق المتصارعة لنيل اللقب باتت متقاربة في عدد نقاط، والفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط ومغادرة دوري عمان أيضا مهددة. فعلى الحكام، على لجنة الحكام الآن حسن الاختيار، حسن اختيار الكوادر الجيدة، وأيضا وأيضا الوضع في الحسبان أنه ومعالجة الأخطاء، معالجة الأخطاء أيضاً. وأيضا لا يمنع أن أنك أنت تعمل تجمع للحكام في المراحل الأخيرة من الدوري. كل الحالات بالنسبة، هذه طبعا هذه لكل الحالات التي رصدناها في مباراة، إذا نتحول لمباراة العروبة وفنجة. أدار اللقاء طبعا محمود المجرفي، ناصر أبو سعيد، عمر العلوي، أيوب العبري. كان الحكم جيدا وقراءته للمباراة كانت قراءة جيدة، كان هادئا طوال المباراة، الأداء البدني كان جيد جدا، تحركات كان جيد جدا، تقييم الأخطاء والإنذارات كان يرتقي لمرحلة الجيد، طبق القانون التعاوني مع السادي، كان متابعا لطول المباراة، طبق مبدأ إتاحة الفرصة. طبعا نروح للحالة الأولى التي رصدناها، هذه طبعا اللي امتاز فيها طبعا هذا دخول بتهور، أعلن عن ركلة حرة مباشرة واتبعها بالعقوبة الانضباطية. نروح للحالة اللي أيضا في نفسها، أيضا هذه أعلن عن ركلة حرة مباشرة وأتبعها بالعقوبة الانضباطية، هذه من الأشياء اللي تتميز فيها طبعا هذه.
كان قراره في الحالتين جيد. نروح للحالة الثانية، طبعا هذه نفس اللعبة اللي تميز فيها هو. الحالة اللي بعدها لاحظ هذه عملية تهور قام بها لاعب نادي فنجة على لاعب نادي العروبة، أكرمكم الله. هو طبعا الانزلاق كان على حذاء، أكرمك الله وأكرم أخوان المساعدين، على حذاء القدم. لو كان ارتفاع القدم في منطقة الساق أو المناطق الخطرة كانت ترتقي للعب العنيف وهو الطرد، لكن في هذه الحالة هو كان يجب عليه بعد الإعلان عن ركلة حرة مباشرة اتباعها بالعقوبة الانضباطية وهي إشارة البطاقة الصفراء. نروح للحالة الثالثة طبعا. هذه الحالة الثالثة طبعا التميز للحكم المساعد التي وردت كثيرا أنه كان الهدف في تسلل، لأنه كان متميزا بالسماح باستمرار اللعب وعدم الإعلان عن تسلل الهدف كان صحيح. لاحظ أن اللاعب المهاجم والمدافع في العادة الجانبية، لاحظ وهو وآخر ثاني منافس في مستوى واحد. طبعا نروح للحالة الرابعة. الحالة الرابعة طبعا هذه لا يوجد تسلل، انتفى تماما لحظة التمرير يسمونه، ويرجع السبب هو عدم تمركز الحكم المساعد في الموقف الصحيح، وهذا ما لا يخدمه أي مساعد إن لم يكن مع ثاني آخر مدافع لن يتخذ القرار الصحيح. نروح طبعا لحالة الحالة الأخيرة التي رصدناها، طبعا هذه ركلة الجزاء. طبعا ركلة الجزاء صحيحة وتميز فيها الحكم، رغم أنه كان نوعا ما بعيد وانطلاقته، شوف لاحظ حين أتى هو في يسمونه ركلة الجزاء، طبعا هو احتسبها ركلة صحيحة، الانذار كان مستحق. بس عندي نقطة أنه عليه التنبؤ والتوقع في حالات التي فيها مثل هذه اللعبات أن يكون أكثر سرعة وأكثر قربا، هذا ما رصدناه في مباراة العروبة وفنجة. مباراة أخرى نذهب إلى مباراة السيب والسويق. أدار المباراة طبعا عبد الله الهلالي، حمد المياح، إسحاق الصباحي، جمال العبيداني. أدار المباراة عبد الله طبعا بنجاح، كان هاديا مبتسما في فترة المباراة. كانت مباراة سهلة وتعاون الفريقين خلق له الجو والألفة. نذهب إلى الحالات كابتن عبد الله. طبعا الحالة الأولى ركلة جزاء صحيحة والإنذار مستحق لحارس نادي السويق لعرقلته مهاجم نادي السيب. لاحظ واثق من قراره، مبتسم، والعقوبة أيضا مستحقة. لاحظ هذه العملية عرقلة لمهاجم نادي السيب. نذهب للحالة الثانية، هنا ركلة جزاء في اللعبة هذه. نعم ركلة جزاء وكان قرار موفق، بس لاحظ أنه الحارس يعني كانت يده في الأرض، وبالتالي ربما قدم اللاعب لمست الحارس، أعاق تقدم المهاجم. نعم. نروح للحالة التسلل. طبعا هذه حالة تسلل أعلن عنها الحكم المساعد الثاني وهو قرار خاطئ. لو نلاحظ الكرة من البداية من لحظة التمرير لكان المدافع هو أقرب لخط مرماه من الكرة والمهاجم. لاحظ أن هو استعجال وعدم أيضا يرجع لعدم التمركز الصحيح في الحالتين طبعا هي رصدناها. ونصيحة الحكام دائما، هذا أبرز الحالات في هذه المباراة. في الحالة الثالثة نروح الحالة الثالثة أخرى، لا اللي بعدها. نعم طبعا الحالة الثالثة هي أيوة هذه الحالة طبعا حالة مميزة، كان تداخل جيد من الحكم المساعد ما يسمى في بند التعاون. هو أعلن، تلاحظ من اللقطة أن الحكم المساعد أعلن عن الخطأ وأيضا أعلن، لاحظ عملية الإعلان عن الخطأ، لاحظ يده اليسار، أعلن الحكم عن وجود العقوبة الانضباطية وهي انذار، وهذا ما نطلب به من حكامنا أن يتخذوا هذا الإشارة، يعني تبشر الحكم بأنه هناك لابد بطاقة صفراء. أيوة لاحظ أين يضع يده، أضع يده على صدره، هذه طبعا حسب الاتفاق بين الحكم ومساعده ما قبل المباراة أو الاجتماع التنسيقي بين طاقم التحكيم قبل إدارة المباراة. نروح للحالة الأخيرة. طبعا الحالة الأخيرة هي حالة مكونة من أخطاء يتوجب فيها على الحكم إعلان ركلة حرة مباشرة وعقوبة. لاحظ عملية الدخول بتهور على المنافس قد تؤثر على سلامته. في الحالة الأولى كان يوجب عليه الإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار لاعب نادي السيب، وفي الحالة اللي بعدها هذه أيضا حالة أخرى مشابهة كان يتوجب عليه إنذار. شوف لاحظ عملية تهور، عدم الرغبة في لعب الكرة، وهذه لعبة أيضا ثالثة كان يتوجب على عبد الله إعلان ركلة حرة مباشرة ويتبعها بال. الآن هنا تكمن أهمية المباريات، الصراع الذي سيكون حاضر في قادم الأيام. خلال يعني شاهدنا في مباراة فنجة العروبة
حكم الدولي محمود المقرفي، وفي هذه المباراة التي تعني الهرب من الهبوط للحكم الدولي عبد الله الهلالي، وبالتالي مسألة إدارة المباريات بالنسبة للإسمان تكون أكثر سهولة متى ما كان الحكم جيدا. بلا شك. مباراة المصنعة الخابورة. مباراة المصنعة والخابورة طبعا أدارها ماجد الحاتمي، إبراهيم الشرقي، محمد الغزالي، خالد الشيدي. تقييمي للمباراة، المباراة كانت متوسط المستوى من حيث الصورة على الحكم، والحكام المساعد كانوا متميزون وارتفع أدائهم من الجيد للجيد جدا. الأداء البدني والتمركز والتحركات كانت الحكم جيدة جدا، استخدم لغة الجسم، اتخذ القرارات مجملها صحيحة. الحكام المساعدون كانوا متميزون بشكل كبير، وكانت حالات التي رصدناها هي عملية تميز وليس أخطاء. ونعرج الحالة، طبعا هذه الحالة الأولى ما تميز بها الحكم في المباراة، طبعا هنا أعلن عن خطأ الذي ساعد ماجد. طبعا ماجد من الحكام الواعدين اللي أتمنى له التوفيق إن شاء الله قربه من الحدث. هذا أيضا اكتشف حالة أخرى، وهنا أيضا اكتشف حالة أخرى، هو تمركزه ما 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 ما, 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 ما يذكر في هذه المباراة إنه ماجد كان التحركات وتمركزه كان جيد جدا. نذهب إلى الحالة الثانية. ومتى ما كان الحكم قريبا من الحالات سهلت عليه القرارات. بلا شك إنه سلاح أي حكم في ميدان لعب بعد فهم قانون كرة القدم والشجاعة في اتخاذ القرار. هو في المقام الأول تمركزه وتحركاته، كلما ما كان تمركزه صحيحا كلما كان القرار واضح أمام مرأة عينيه. نروح للحالة الثانية. طبعا هو الثبات في القرار والتركيز. لاحظ هنا تنافس لعب، وأعلن عن خطأ. كان يفترض من ماجد أنه يدع أو يسمح باستمرار اللعب لأنه تنافس لعب، وهنا أيضا خطأ احتسبه وأشهر فيه البطاقة الصفراء، وهنا خطأ احتسبه ولم يشهر البطاقة الصفراء. لابد أنك تكون ثابت في قراراتك، أيهما أقوى، هذه اللعبة أم هذه لعبة أيضا أخرى؟ طبعا هذه من الحالات التي هذه لعبة تنافس أعلن عنها. طيب كابتن عبد الله، من خلال الحالات إشهار بطاقة صفراء إشهار بطاقة صفراء، بهذه الحالة ربما تأخذ المباراة إلى 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 مجرى آخر، وبالتالي أيضا أحيانا الحكم يحتاج إلى أن يكون في حديث شفوي مع اللاعب من أجل توجيه إنذار شفوي وليس دائما الإنذار بالبطاقة الصفراء. بلا شك، لكن القانون حدد حالات إنه هذه تستوجب الإنذار، وحالات ممكن ندعها لعب تنافس لعب. وأيضا لما يتطرق إليه القانون أيضا لابد الحكم يستخدم سلاح آخر وهو روح القانون. نعم. متى ما كانت العقوبة أقوى أنا أشهر بطاقة، أما إذا كان عقوبة ما لا ترتقي إلى الإنذار الثاني أو الإنذار أو عملية طرد، هنا يعني يبدو أن يكون في مرونة للحكم. لكن مثلا الخطأ واضح، عملية دخول بتهور تؤثر على سلامة اللاعب، القانون لم أو المشرع لم يأتي يقول أنه والله يمكن تجاهلها. نعم، لأن تجاهل اللعبة هذه. صحيح. نروح طبعا للحالة الثالثة. طبعا هذه عملية تسلل، نلاحظ أن الحكم المساعد هنا أخطأ في اتخاذ القرار. لاحظ، عيدها من أول. أيوة، لحظة تمرير الكرة. لاحظ هنا الحالة. أيوة، طبعا هو لم ينتبه للاعب المهاجم اللي لاعب نادي المصنعة على يساره، فأول ما مر من جنبه تأكد أنه في موقف تسلل، لكن هو لا يوجد في موقف تسلل، ويعود هو طبعا. ونكرر ونزيد ونعيد للحكام المساعدين الأخوة أن اتخذوا من التمركز مع آخر ثاني مدافع لكي تسهل عليكم عملية اتخاذ وضبط حالات التسلل. نعم، لكن كيف يمكن للحكم المساعد أن يكون أكثر سرعة في عملية مناظرة لحظة خروج الكرة، متابعة اللاعب، اتخاذ القرار؟ أحيانا لا نقص على الحكم المساعد في بعض الحالات. والله شوف أخي جحنون، أنا معك، أنا لو خيرت قبل أن كنت سابقا كنت حكم على أن أبدأ مشوار التحكيم بأكون مساعد لم أستمر. لا أعلنها بصراحة أني لن أستمر، لأنه يحتاج لجهد وتركيز ذهني عالي. يعني لابد أنك تنسى كل هموم الدنيا، كل هموم حياتك سواء الاجتماعية، وتركز، لأن التسلل عملية دقيقة، عين على المهاجم وعين على المدافع يعني وعين على اللاعب الذي يمر الكرة، كلها عوامل يعني تحتاج. يصبح الحكم المساعد عين الصقر بنفس اللعبة في لعبة التنس. هذا بلا شك، أنت لابد أن تكون مثل ما طرقت أنه عين الصقر. فأنا أقول لك تحتاج لعملية تركيز وتركيز ذهني عالي
يعني بشكل يفوق نقول المتوقع عليه. نروح طبعا للحالة الأخيرة. طبعا هذه الحالات اللي نجح فيها الحكم المساعد الثاني وهو محمد الغزالي، لاحظ هذه عملية الهدف الأول الذي انطلق لاعب نادي الخابورة من موقع صحيح، وهنا اكتشف حالة تسلل من حالات الدقيقة، لاحظ من حالات الدقيقة ويتقدم المهاجم، وهنا أيضا اكتشف حالة تسلل وهو رجوع من شوف لاحظ 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 هو هذا اللاعب كان في موقع تسلل ورجع. طبعا أنا وهذه أيضا لعبة ثانية لعملية التسلل ضبطها الحكم المساعد الأول إبراهيم الشرقي، وكان متوفق لأن لاعب نادي الخابورة كان متقدم على آخر ثاني مدافع. هذا ما كل ما تطرقنا إليه ورصدناه في مباريات هذه الجولة، وأتمنى للحكام إن شاء الله في قادم الجولات التركيز والعمل بجهد والتركيز والتركيز ثم التركيز، لأن وصلنا لمنعرج أصبح من هو يبقى ومن هو يتوج ومن هو سوف يغادرنا. هذا كل ما رصدناه أخي الجحنون، وشكرا لك. نعم شكرا لك كابتن عبد الله. احنا وصلنا الى الختام، واذكر بان مباراه الغد التي تجمع النصر بالعروبه في مجمع السعاده ستقام في تمام الساعه 7:45. نتمنى نكون وفقنا في تغطيه ابرز الاحداث التي دارت هذا الاسبوع، على امل ان نلتقيكم في الاسبوع القادم. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.